سوداني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا سوداني. والله أنا أول مرة أتكلم في برنامج، وأنا يعني أول مرة أتفرج على البرنامج بتاعكم. سعداء جدا. بس أنا عايزة بس أقول للبنات، أنا واحدة من الناس، والله 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 أنا شفت كل المتع اللي موجودة في الدنيا دي وعملتها. طبعا أنا الحمد لله يعني كنت شايفة أن أنا ما كنتش بخرج مع أولاد أو ما كنتش بشرب سجاير أو كده، أنا بنت مضبوطة، لكن كنت بلبس كل اللبس اللي البنات نفسها تلبسه، كنت عملت حاجات كتير قوي. بس أقسم بالله لغاية ما وصل سن 30 سنة اتكسفت من نفسي، ويعني بدأت واحدة واحدة أتفرج على برامج وأقرأ في الدين. بعدها أقسم بالله شفت حلاوة الإيمان وحسيتها، وحسيت قد إيه إن أنا بقيت نظيفة. والله 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 اللي أنا حسيته في يوم واحد بس بعد ما التزمت جنيا ما شفتوش في 30 سنة ده أنا عشتهم. أنا والله ما أقول لك، أنا أخدت جوائز من بلاد مش مصرية على 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 حاجات انا كنت بعملها، بس هي كانت تغضب ربنا. انا مش شايفه ان هي ما تغضبش ربنا، ما كنتش فاهمه. فوالله والله كل اللي الشيوخ بيقولوه ما فيهوش اي تعنت ولا اي حاجه، لا بالعكس، احنا المفروض نخاف من ربنا اكتر ما بنحبه. مش المفروض ان احنا نحبه بس، المفروض ان احنا نخاف عشان نلتزم ونحبه في نفس الوقت، لان اللي يلتزم بتاعه ربنا ويشوف خير ربنا من الطاعة دي هتحبه. انما اللي يقولك انا بحب ربنا، انا كنت مع 10 ناس والله ما لهم في الدين من حاجة، يقولك انا بحب ربنا ويقلطوا على 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 ال 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 الانبياء وعلى الرسل ويطلعوا نكت عليها وعلى الصحب ومسلمين. والله انا عشت الحياة دي، والله انا عشتها، وكل ما بصلي بدعي ربنا انها تسمح احسن من حياتي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أختنا الكريمة التي اتصلت، أسأل الله تعالى أن يثبتها على الإيمان وجميع الأخوات، قد ذاقت حلاوة الإيمان. فأنا عايز أقول لأختي يعني بارك الله فيك، سدر الله عز وجل خطاك، وأسأل الله تعالى أن يبدل مكان يعني سيئاتك حسنات، وأن يزيدك توفيقا وسدادا وعملا وخيرا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جميع أخواتنا وأن يحفظهن من كل شر وسوء يا حي يا قيوم. آمين يا رب. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is his messenger.